معايا الأستاذ محمد حدان. أهلا بيك أستاذ محمد، عاود اتصل مرة أخرى. فبالتالي أنا بوصل صورة حقيقية موجودة، أنا عشتها النهاردة. فبالتالي بياخدوا يعني لما يكون في مثلا قرارات بتصدر إن إحنا هنلغي الدعم اللي هم غير مستحقين، اللي فانت ياخدها اللي هي الخلايا النايمة تزرع الأفكار ديت مع الناس البسطاء، ده هيلغوا الدعم عن الناس كلها. طب بالله عليك قبل ما تقول الكلمة دي رأيت ضميرك؟ عرفت ان انت الكلام اللي انت هتقوله ده ربنا حاسبك عليه؟ لا، هو مش فارقة معاه، هو اساسا مهيأ ومجهز على انه ازاي يغير الافكار الصحيحة بافكار مغلوطة لصالح مع الناس اللي هي لها مصالح. معايا الاستاذ محمد حدان من شركه مياه الشرب والصرف الصحي. اهلا بيك يا استاذ محمد. مساء الخير يا مصطفى بيه. كل سنه طيب يا فندم. الله يخليك يا فندم. انا طبعا في صدد تعديلات دستوريه، وبالتالي في تعديلات دستوريه مقترحه موجوده، فكنا عايزين نعرف راي حضرتك بهذه التعديلات الدستوريه من ناحيه العمال. المفترض ان في ماده بتنص على ان تحفظ حقوق التمثيل الملائم للعمال في المرحله المقبله ان شاء الله. والله هو مش تمثيل ملائم للعمال بس، هي العمليه بقت تمثيل ملائم للعمال، تمثيل ملائم للمراه، تمثيل ملائم لمتحدي الاعاقه، كل حد خد تمثيل ملائم. طيب هو احنا في صدد او محتاجين الى تعديلات دستوريه في هذا الوقت؟ استاذ محمد احنا بنتكلم طبعا الصفه اللي هي بصفه العمال، بنتكلم على وجودك حضرتك راجل ممثل عمال، بنتكلم على هذه التوعيه. مفترض عمالنا الموجودين في احدى شركات المياه الشرب والصرف الصحي، هل بالفعل بتقوم بندوات، بتقوم مؤتمرات لتوعيه العمال ان المفترض ان احنا لازم نشارك وننزل عشان نقدر هو بص احنا لازم ننزل نشارك، كل اللي ليه راي او لازم ينزل يشارك. انا واحد من الناس معترض على التعديلات الدستوريه، وبقول الاغلبيه تحكم ولا تتحكم، والاقليه تعارض ولا تعاند. بمعنى انا راجل نائب رئيس لجنه العمال في حزب المحافظين، تمام؟ احنا لينا تحفظ على التعديلات الدستوريه ومعترضين عليها، ومع ذلك بنوعي الناس ونقول احنا معترضين ليه وايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا في هذه التعديلات، وبنقول للناس انزل انزل وقول رايك سواء بالايجاب او بالسلب، بالرفض او بالقبول، انزل وشارك وقول رايك، ده رايك وانت حر فيه. ده رايك وبيضمن مستقبلك ومستقبل اولادك وبيحافظ على الوطن. مش كل اللي بيعارض بيبقى مش كويس، لا. انا ليا سبب في المعارضه وليا وجهه نظر في المعارضه، وطبعا كلنا مع سياده الرئيس وبنحبه وكل حاجه، بس احنا عايزين الجديد. احنا محتاجين التجديد، محتاجين الاكثر، طمعانين في الاحسن. احنا مفيش مشكله بالنسبه لنا، تمام؟ واللي قال لنا وجهه نظر في رفض التعديلات في هذا التوقيت، قال لنا وجهه نظر في اعتراض على بعض المواد زي الماده 140 زائد ماده تعيين نائب رئيس في هذا الوقت، ويبقى بالتعيين ويجوز فصل في اي وقت، الخلط ما بين السلطات، السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، كل الكلام ده موجود على صفحه الحزب، وبنشرح ليه احنا بنرفض التعديلات الدستوريه، مش بنرفض من اجل الاعتراض. فبنوعي الناس وبنقول انزل قول رايك، عايز تقول لا اقول لا، عايز تقول اه قول اه، لك مطلق الحريه. لكن احنا كحزب ورئيس الحزب ابدى هذا الراي علانيه في مجلس النواب، وقال ان ده اعتداء على حق المواطن، بنرفض التعديلات الدستوريه. اشكرك استاذ محمد، اتمنى لكم التوفيق. اشكرك. احنا بنتكلم على تعديلات. استاذ عربي في مداخلات تاني ولا حاجه؟ عشان عاوز برضو اوعي اهالينا اللي موجوده في النجوع والقرى، مش عارف، خليني يعني اتكلم، يعني الناس عاوزه تعرف ايه اللي بيحصل في الشوارع يا استاذ عربي. استاذ عربي على فكره كم من التليفونات عايزه تخش مداخلات، بس انا غصب عني والله الوقت مش 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 ملكي طبعا في بعض البرامج، فخليني اتكلم بنقطه مهمه جدا، ان احنا بنتكلم على المشاركه الحقيقيه، بنتكلم عن ان في معارضه
في بعض التعديلات بصياغها بشكل اخر عشان حفاظا على حقوق بعض الموجوده نصوصها في المواد الموجوده في الدستور. ده كله في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم، ده الخلاف والجدال مش 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 هيفسد في الموضوع او يفسد ودي قضيه، لا هو الموضوع عن المشاركه والنزول نتعبر عن رايك باه او بلا. احنا في الاول وفي الاخر بنقول لازم يكون في مشاركه، لازم حضرتك عشان ما نقولش ان اللي حصل النهارده، انا بقول اهو عشان اللي حصل النهارده ان الناس، عشان ما تقولش بقى يا عم هو في حاجه ولا في ارهاب، احنا هنقعد بقى همونا بال 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 ان الدنيا هتقع والدنيا هتقف. لا انت مش فاهم، انت مش عارف ايه اللي بيحصل. انا النهارده اتصدمت، النهارده من واحده ست بسيطه غلبانه بت 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 عايشه يوم بيومه بتبيع في الشارع، مش عندها محل ولا عندها شركه ولا عندها مصنع ولا عندها أطيان، لا ست بسيطة قاعدة في الشارع بتبيع عايشة يوم بيوم. شافتني قامت قابلتني، مش حضرتك بتطلع في التلفزيون؟ أيوه بطلع ست التلفزيون، أمريني تحت أمرك يا حاجة. قالت أنا في اعتقادي أني عاوزة حاجة، أنا معلش أنا بتكلم بس من جوايا إن أنا شفته. أنا بقول القصة دي ليه وبقعدها مرة واتنين وتلاتة ليه؟ إن أنت متخيل إن أنت في وضع استقرار، أنت في وضع استقرار وفي ظل الامن الموجود الامان الموجود، انت مستهدف، وده اللي انا بقرره وانتم مش مصدقين مش مقتنعين. انت مستهدف، مستهدف اسقاط الدوله عن طريق مين؟ عن طريق الناس اللي هي الخلايا النايمه اللي موجوده فين؟ في الكره والنجوع اللي انت حضرتك مش مدرك ان هي موجوده ولا لا. للاسف انت حضرتك مش مدرك خطورة الموقف ايه؟ انت بتتكلم في تعديلات دستورية، يا عم هي هتنقص منك ايه؟ هتاخد منك ايه؟ خدني اقنعني انا بقى، هي هتنقص من حضرتك ايه؟ وهتاخد منك ايه؟ اللي انت حضرتك بتساعدهم عن ان هو يوصل رسالة ويحقق مراده عشان ينفذ اللي هو في دماغه وينفذ بقى الاليات والاجندات اللي انتوا فاهمينها والحوارات اللي انتوا فاهمينها اللي هي بتاعت الترابيزة دي، الحقونا الحق الدنيا واقعه الدنيا بايظه. ده يا عم ده الشعب مش راضي على النظام الموجود، ده ما حدش معبر الناس ديت، ده ولا بيعملوا لنا ولا بيسووا لنا، ده الكلام بقى اللي هم عاوزينه وفي فوضى الخلاقه والوضع بقى للاسف السيء والصوره السيئه اللي هم عاوزين يوصلوها وينقلوها مع للناس اللي قاعده متربصه معايا، والاعلام الثاني اللي هو الفاشل اللي بره عاوز يشتغل عليها، فعاوزين بقى ياخدوا هذا الكلام وينقلوها. ياخدوا كام؟ طبعا ده مش ببلاش، بمقابل. طب هو بص للست الغلبانه دي اللي هو عمال يوهمها انه لها الدعم، اصل هيتلغي، اصل الاسعار هترتفع في 7 اللي جاي. شوف الوهم، شوف بيزرع ايه، شوف يا جدع، شوف الناس اللي قاعده عماله تاكل في قته محلوله مش حاسه اللي بتحافظ على بلدها ووطنها، ما عندهاش درايه وما عندهاش وعي، ما مش فارقه معاه لانه ده جاي عارف اخر الشهر جاله ايه، مش فارقه معاه. بس ناس بسيطه، الناس الغلابه، الناس عايشه يوم بيوم، مش فارقه معاه، مش فارقه بقى ان كذا السياسه شغاله، مش فارقه بقى معاه ان الدوله بتعمل نجاحات وتعمل تنميه، مش فارقه دماغه. هو قاعد ازاي بيخطط وازاي يقنع الناس اللي قدام منه؟ طب لو ما اقنعهوش وما فهموش معناتك يتخانق معاه ويعمل معاه نصيبه ويجي ويسيبه، ايه شغلتهم؟ دي شغلته قاعد كده. فهو فشل، فشل في ايه؟ ان هو يقنع الشباب ويقنع الناس المثقفه ان احنا البلد واحد في حته واحنا في حته. هو فشل في حته خلاص، ان الجهات الامنيه قاعده بترصد كل ما هو بيتحايل او يحاول او يفكر ان هو يروج اشاعات مغلوطه، انسى بح. فبالتالي بقى عايز يعمل اي مخرج تاني، عايز يلحق، عايز يلحق عشان صورته بقى او يحسس اللي بره ان هو شغال وبيعمل، فعاوز بقى يعمل احتكار، عاوز يزرع الافكار المغلوطه معايا في وسط الناس الغلابه البسطاء اللي هي فين؟ في القرى والنجوع اللي احنا كنا عندها النهارده وبالصدفه بالصدفه معايا قابلناها ونشدت ونادت علينا لدرجه كانت بتجري ورانا.
فانا اتفاجئت قلت في ايه؟ هل انتوا بقى مدركين الكلام ده اللي بيحصل؟ هل انت عندك الرؤيه دي؟ عندك الوعي ده؟ للاسف انت مغيب خالص، انت متخيل ان احنا بنعمل تعديلات؟ طب هتاثر فيك ايه؟ خلاها ما عدلناش دستوريا. يا عم ما انت لو ما عدلتش انت داخل في حيطه سد. في تعطيل، بعض القوانين هتتعطل، في بعض حقوق الناس البسيطه والغلابه هتضيع. انت مش مستوعب ليه طيب؟ مش قادر تفهم ان التعديلات دي في صالحك وفي صالح الدوله. هياخد منها ايه؟ ما هو موجود على ارض الواقع. ايه اللي بيتم؟ هل هو هياخد حاجه ويوديها بره؟ هل هيعمل حاجه عشان حضرتك متخيل ان هو مفيش حاجه بتتم؟ لا، احنا لازم نفهم انت لسه هذه المخططات شغاله واليات التنفيذ شغاله بيد ناس للاسف الشديد، للاسف الشديد معمول لها غسيل مخ، ضايعه خلايا نايمه قاعده متخصصه ازاي تزرع الافكار المغلوطه في وسط الناس البسيطه والناس الغلابه اللي هي عايشه يوم بيوم، بتستغلوا فقره، تخيلوا بيستغلوا فقره. فاحنا بنناشد الكادر الامنيه، بنناشد المجتمع المدني، بنناشد الاحزاب السياسيه اللي هي تنزل بقوه وتوعي اهالينا البسطاء اللي عايشه يوم بيوم ان احنا بنتكلم في المسار الصحيح، وان الناس ديت عايزه تفهمكم غلط وعايزه توصل لكم معلومات خاطئه عشان تسقط الدوله، عشان توصل الصوره السيئه للناس اللي هي بتقبض منها. مش قادر اتكلم اكتر من ان انا اقول حزب الله موكل فيهم. حزب الله موكل فيهم فعلا، الناس اللي هي في اعتقادها ان هي بتعمل لصالح الشعب للاسف الشديد، بتعمل لصالح نفسها، لان هو في الاول وفي الاخر انت رايح توصل معلومه سيئه عشان تقدر تقول في صالح المواطن؟ لا، ده انت بتوصل معلومه سيئه عشان تعمل له احباط، عشان تديله دفعه ان هو ما يشاركش في التعديلات الدستوريه، عشان تحقق مرادك، عشان تصور هذه الصوره السيئه وتوصلها عشان تقبض. للاسف مش هقول لك اكتر من كده، اكتر من ان انا اقول لك حزب الله ونعم فيك يا اخي، حزب الله ونعم فيك، ان انت عاوز توقع البلد في سبيل ان انت تحقق مرادك وتحقق طموحاتك اللي انت عاوز تعيشها، وتبقى انت راجل يعني مفيش زيك هنا في مصر. يا راجل يا راجل، انت هتروح فين من ربنا؟ انت هتروح فين من ربنا؟ الاستاذ عربي والاستاذ احمد عاملين يقولوا لي الوقت، فانا بعتذر على التاخير، وان شاء الله تزورونا الحلقات القادمه في الملفات السوداء بقى، في الملفات السوداء اللي هي ملفات قطر وتركيا اللي هي بقى قاعده متربصه ليه بقى للدول العربيه لاسقاطها. وريني بقى، انا هطلعك الملفات السوداء بتاعتك اللي انت حضرتك بتتابعها وعاوز تعيش بيها حياتك، اللي انت بتقول بقى مفيش زيك هنا في الدول العربيه. لا، عايز اكشف حقائق بتاعتك للشعب بتاعك، واعرفك يعني ايه حريه، يعني ايه ديمقراطيه، يعني ايه حقوق انسان، يعني ايه الفساد اللي انت حضرتك بتدعي بيه وتقول ان احنا عندنا فساد. بتصطنع ان انت حضرتك عندك ديمقراطيه وعندك حريه وعيشه كريمه. يا راجل، ده انت هجرت 6000 اسره، قبيله كامله. خلينا نستكمل الكلام ده ان شاء الله في الحلقات القادمه، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.